صباح الخير. صباح النور. ايه النوم ده كله؟ ده انا رحت الجامعه وجيت. معلش تعبانه. على فكره طنط عايده جت وسالت عليكي. هي لسه هنا؟ لا، عمر راح يوصلها. ايه الاطباق دي؟ دي بتاعت مدام منى؟ طب تحب اساعدك؟ اه، ده الشغل زاد قوي دلوقتي، ده انا بقيت بشتغل من البيت. طب عامله ايه في الجامعه؟ الحمد لله ماشي الحال. لا، تفاصيل تفاصيل، عايزه تفاصيل، عايزه رغي. يعني ايه ماشي الحال؟ يعني مثلا بتاخدي مواد ايه؟ ما بتاخديش ايه؟ في دكتور حليوه كده، دكتور مزعلك، دكتور دمه تقيل على قلبك، احكي. من امتى يعني كل الاهتمام ده يا فريده؟ من دلوقتي يا فوزيه، هتذليني؟ انا عايزه اعرف، انا اختك. الله. طيب يا ست، عندي بس شويه مشاكل في المحاضرات والغياب والحضور والحاجات دي، وقابلت العميد وقعدت معاه وقلت له بس على الظروف اللي عندي، وقال لي ان هو هيحاول يظبطها لي. يعني قلت له على مدام منى؟ لا طبعا، قلت له على محمود والجواز وكده، وقال لي حاولي ظبطي نفسك يعني، وان شاء الله هحاول اظبط نفسي كده لحد اخر الترم. طب وتظبطي نفسك لوحدك ليه وانا موجوده؟ ما انا ممكن اذاكر لك. تذاكري ايه يا فريد؟ الله، اذاكر لك وانا ورايا ايه غيرك؟ انا ما اعرفش بصراحه انت وراكي ايه. انا نفسي اعرف انت وراكي ايه. انا ما ورايش حاجه، انت اللي عندك اوهام في دماغك، وانت دوشه نفسك بيا. انت ناقصه، انت كمان كام يوم وراكي فرح وجواز وحاجات حلوه كده. هذاكر لك يعني هذاكر لك، خلاص ده قرار. وانا ما ارضاش ان فوزيه بنت كمال شاهين تقعد في البيت تعمل محاشي ومكرونه بشاميل في الاخر. اي نعم المكرونه حلوه بس مش قوي كده يعني. حلو. طب اقول لك ايه صحيح؟ ممكن تبقي تدي الصينيه دي لعمر؟ انت هتشوفيه صح؟ اه، هشوفه في الاستوديو. طيب ادي له الصينيه دي وقولي ان انا اللي عازماه. شمال، مش كنت قلبه عليه؟ على فكرة أنا مش قلبة عليه ولا حاجة، أنا بس عندي مشكلة واحدة، إن أنا واحدة على وش جواز، فما ينفعش أفضل أتودود معاه على السلم، ولا الشرع ولا الدين يقول كده. بس هو كل شوية في الرايحة والجاية يقول لي اعزميني مش اعزميني، وأنا أهو أديني بعزمه يعني. طيب ماشي، هبلغه.